بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نكمل بقى مع شابتر البيدياتريك تروما، وكنا واقفين عندنا حاجة اسمها نيرسينج كير بلان فور بيدياتريك تروما، اللي هي خطة الرعاية التمريضية بتاع الأطفال اللي هم عندهم تروما جاية نتيجة أسباب معينة. عندنا أول حاجة نيرسينج دياجنوز، احنا اللي احنا هنمشي عليه في الحصة دي ايه؟ اللي انت هتقول النيرسينج دياجنوزز، وهتقول الأهداف من الخطة اللي انت بتعملها، أهداف على المدى القصير والأهداف على المدى الطويل، تمام؟ وإزاي تطبق الأهداف ديت، تمام؟ والنتيجة بتاع كل هدف، يعني أدي هدف، أدي تدخل معين المفروض النتيجة بتاعته إيه، وده بيشرح الهدف بيحصل، يعني الهدف فيه إيه، أو التدخل هيحصل إزاي، أو التدخل بتاع النيرس مع العيان المفروض عنده يبقى يكون فيه إيه، تمام؟ دي اسمها راشونال، يبقى التدخل والشرح بتاع التدخل أو اللي هيحصل مع العيان إيه، والتقييم بتاع التدخل اللي أنت عملته. تمام كده. طيب اول نيرسينج ديجنوز عندنا، اول مشكله عندنا اللي هي ان افكتيف اير واي كليرنس، يعني ان الاير واي بتاع الطفل ده اير واي يعني مش نظيف، يعني مجرى الهواء اللي موجود جواه مش نظيف، تمام. ار تي يعني ريليتد، يعني نتيجه لي ايه بقى، تراكيه برونكيال اوبستراكشن، يعني في انسداد في التراكيه في الايه، في مجرى الهواء بتاع الطفل ده، تراكيه وبرونكيال. التراكيه طبعا انت عارف ان هي القصبه الهوائيه، وبرونكيال اللي هي الايه، الشعب الهوائي. في الشعب الهوائي والقصبه الهوائيه حاجه سد الاير واي مجرى الهواء، وبالتالي نتج عنها ان الاير واي مش شغال كويس. طيب ايه بقى الاهداف اللي انا عاملها من التدخل بتاعي؟ اهداف صغيره واهداف طويله على طولة المدى. أول حاجة إن بيشنت لانج ساوند ويل بي كلير تو اوسكالتيت، يعني بقى أما أتدخل وأعمل الإجراءات بتاعتي إن الرئة بتاع الطفل ديت الساوند بتاعها، الضوء السمع بتاعها بيبقى كلير، بيبقى سهل جدا إن أنت تسمعه، ما بيبقاش فيه خروشة ولا بقى فيه انسداد ولا أي حاجة من دي. اتنين، البيشنت فري أوف ديزنيا، يعني فري أوف ديزنيا يعني ما عندوش صعوبة في التنفس، بيتنفس كويس. تلاتة، بيشنت ويل ديمونستريت كوركت كافنج، البيشنت بعد كده ان هو بعد كده بيوضح لك ازاي بيكح كويس، وازاي بياخد ديب بريزنج، ازاي بيعرف يتنفس بعمق. ده تلاقيه لا ده يعني جولز، يعني اهداف على في مده قصيره، يعني مثلا في مده اسبوع المفروض الاهداف دي تحصل مثلا، لكن لو مده مثلا شهر المفروض الاهداف ده الهدف بتاع الايه، اللونج تيرم، بيقعد فتره طويله. لونج تيرم جول بقى قال لك البيشنت بيتنت ايرواي، مجرى الهواء بتاعه بيبقى بيتنت يعني واسع مفتوح ما فيهوش اي ضيق خالص. طيب نيجي بقى كل حاجه ونعمل لها انترفينشن. اول حاجه اسس الاير واي، هتقيم مجرى التنفس فور بيتنسي، ان هو تشوفه بقى مفتوح ولا لا، باي اسكينج البيشنت، انت تسال البيشنت تو ستيت هيز نيم، ان هو يقول اسمه، قول يا عم اسمك، هقول لك مثلا اسمي محمد، اسم احمد، اسم اي حاجه، وتشوف بيطلع اسمه كويس ولا في مشكله هو بيطلع اسمه. طيب قال لك ايه في البيشنت، دي بقى الشرح بقى، قال لك في البيشنت كان ارتكيوليت ان انسر، يعني البيشنت بيعرف يقول اجابه كويسه، بيعرف يتكلم يعني، زير اير واي از بيتنت، يعني هو بيعرف يطلع اسمه كويس، يبقى المجرى التنفس بتاعه ايه، مفتوح وزي الفل. طيب انت هتحصل على نتيجه ان البيشنت از ايبل تو ستيت هير نيم، اما تحصل على نتيجه ان هي عباره عن ايه، النتيجه ان العيان يقول اسمه ويزود ديفيكولتي بدون اي صعوبه خالص. فانت لو العيان بيقول اسمه بدون اي صعوبه، يبقى المجرى التنفس بتاعه ايه، مفتوح وزي الفل، خلاص كده. طيب اول تدخل عندنا. تاني تدخل انسبكت الماوس، شوف الفم والنك والرقبه عند البوزيشن اوف التراكيه ومكان مجرى الهواء اللي هي التراكيه، يعني القصبه الهوائيه يعني، فور بوتنشال اوبستراكشن، عشان لو في اي اوبستراكشن في انسداد ولا لا. طيب طب ايه بقى اللي ممكن يحصل لك؟ ممكن فورين ماتيريالز، يعني مواد غريبه او بلد او دم ان ذا ماوس، موجوده في الماوس في الفم، او هيماتوما او في النك، هيماتوما يعني تجمع من الدم موجود في عند الرقبه وسدد الدنيا، والتراكيال ديفيجن او التراكيه اللي هي القصبه الهوائيه متحركه او عن مكانها الطبيعي، جايه يمين شويه او جايه شمال شويه. كان اول مين ابرسو، ده كله ممكن يعمل انسداد في مجرى الهواء، تمام. طيب قال لك لو ما لقيتش نو فورم بودي اوبجكتس، لو ما لقيتش اي اجزاء غريبه في الجسم او في الفم او بلاد ان ماوس نوتد، ما لقيتش اي دم خالص موجود في الماوس، بس الراجل ده بقى كويس، والنيك اس فري اوف هيماتوما، والنيك لو ما فيهاش اي هيماتوما يبقى الاير واي كويس، تمام. طيب الكلام ده دكتور بحفظه، المفروض يعني الحاجات دي علاقه بالنرس قوي يعني بالتمريض، فانت المفروض تقراه كويس، لان يجي لك ممكن يجي لك في اي امتحان، في الامتحان اي حاجه من دول، ممكن يقول لي مثلا الان افكتيف اير واي كليرنس، قول لي الشورت تيرم جول واللونج تيرم جول، دي لازم تحفظه. الانترفنشن بقى كتير قوي، يعني هو جايب لك انترفنشن ما شاء الله يعني كتير قوي، فانت يعني ايه، حاول تحفظ على قدر ما على قدر ما تذاكر، او هو طبعا في الامتحان مش هيجي لك قول لي الانترفنشن كلها، هو هيجي لك مثلا في كيز يعني حاله، يقول لك مثلا الحاله ديت عندها ان افكتيف اير واي كليرنس، قول لي الشورت تيرم جول واللونج تيرم جول،
قول لي مثلا شويه انترفيرشن، قول لي اتنين. انت بقى انت عارف بقى الانترفيرشن ايه وبنعمل ايه وهكذا. طيب رقم ثلاثة، اسكولتيت اللانجز فور بريزنس اوف نورمال اور ادفنتيشال لانج ساوندز. يعني انت بتسمع الرئه وتشوف هل الصوت اللي انت بتسمعه ده طبيعي ولا ادفنتيشال او اصوات رئه مختلفه يعني. طيب الشرح بقى قال لك decreased or absent sounds، يعني نقص او ان الساوندس اللي هو صوت الرئه مش موجود. مي انديكيت، ده بيدل على ايه بقى؟ بريزنس اوف اميوكس بلج، ميوكس بلج يعني في شويه مخاط سادين الدنيا، او اير او اير ويبس اير وي اوبستراكشن، يعني في انسداد في مجرى الهواء. تاني حاجه هويزنج، هويزنج اللي هو التزييق اللي انت بتسمعه في الصدر ده، اللي بيجي نتيجه مثلا الواحد عنده ازمه ولا حاجه. ده برضه لو لقيت الصوت ده بيدل ان في اير وي ريزيستنت، في مقاومه في الاير وي، في يعني في انسداد، في مشكله في الاير وي. الاستراردر اللي هو ان هو بيجعر، ده بيدل ان في ايمرجنت اير واي، يعني في حاجه دلوقتي خطيره سد الاير واي. تمام، ممكن بقى فورم بودي، جسم غريب، اي حاجه في سد الدنيا. طيب النتيجه قال لك بيشنتس لانجس ساوندس، بعدين الساوندس يعني الاصوات بتاع الرئه ار كلير، بتبقى كلير يعني تبقى نظيفه خالص وتبقى كويسه خالص وتسمعها ما فيش اي مشاكل فيها. تو اسكالتيت ثرو اوت ذا لوبس، اللي انت سمعت اللي انت تسمعها اثناء اللي انت بتسمع اللوب، لوب اللي هو طبعا انت عارف الرئه بتتكون من كذا حته، لوبس اللي هي الرميم بتتقسم بتتقسم الى ثلاثه لوب، ثلاث حتت، والرش متقسم الى اثنين لوبس حتتين وهكذا. المهم يعني انت بتلاقي الايه ان الساوندس الصوت بتاع الرئه بقى كويس. خلي بالك ان ده الانترفنشن اللي انت بتتدخله بتحصل منه على نتيجه، يعني مثلا هو قال لك ان احنا بنشوف البيتنت اير واي عشان الراجل ده يشوف، هنسال الشخص ده ان هو ايه يقول اسمه، فالنتيجه ان هو يقول اسمه كويس. الشخص ده بنشوف هل في اي في اي حاجه سد الدنيا، فالنتيجه مش هتلاقي حاجه سد الدنيا. الشخص ده هنشوف صوت الرئه عامله ازاي، فالنتيجه ان صوت الرئه هيبقى كويس. فانت خلي بالك ان انت التدخل بتاعك انت بتقول عليه النتيجه، يعني ممكن يعني ان التدخل ممكن تقول من النتيجه سهل خالص، من التدخل اعترف النتيجه الصوت مش كويس، النتيجه تبقى صوت كويس. في حاجه سد البتاع؟ لا مفيش حاجه سد البتاع في النتيجه. هنشوف راجل بيقول اسمه كويس ولا لا، اللي يبقى النتيجه ان الواد هيقول اسمه كويس. تمام كده. طيب اسس ريسبيراتوري كواليتي، شوف جوده الريسبيريشن التنفس والريت معدل التنفس قد ايه، والعمق والايفورت والمجهود الطفل بيعمله والباتن النمط. تمام. طيب قال لك فليرنج اوف النوز، فليرنج يعني النوز بتاع الطفل ده بيفتح لبره، فليرنج تحس ان هو بينفش لبره، والديزنيا صعوبه في التنفس، اند يوز اوف اكسسوري ماسلز، واستخدام العضلات المساعده بتاع التنفس، والتاكيبنيا زياده في التنفس، يعني زي بياخد تنفس بسرعه، السايكل بتاع التنفس سريعه يعني، دي اسمها تاكيبنيا، او اور ابني ابني يعني مفيش تنفس خالص مش عارف يتنفس. ار اول كل الكلام ده كله ماله؟ قال لك دي اعراض السيفير ديستريس، دي اعراض عدم التنفس الطبيعي ذات ريكواير، وعدم التنفس الطبيعي ده بتؤدي الى ايميديت انترفيشن، تدخل في الحياه لازم تتدخل دلوقتي عشان عدم التنفس الطبيعي ده. فانت طبعا لو تدخلت كويس الشخص اللي هو عنده مشكله في السيفير ديستريس ده، يبقى الشخص ايه لو انت دخلت كويس الشخص ده هيبقى فري اوف ساينز اوف ستريس، يعني هيبقى ما عندوش اي علامات الديستريس. تمام. طيب دي برضو حاجات سهله. طيب اسيس فور منتال ستاتس، انسيجي بتشوف المنتال ستاتس الحاله العقليه بتاع الطفل بتاع الطفل ده. قال لك انكريز الليثرجي، يعني الليثرجي اللي هو الدوخان، والواد ده ما بيبقاش واعي، كونفيوجن بيبقى مرتبك، ريستريس مش مستريح، عند اريتربيتي وهيجان على طول. كان ايه اللي سينز اوف سيريبرال هايبوكسي، ممكن الواد ده يبقى ايه سيريبرال ايه هايبوكسي، عنده ان الاكسجين كميه الاكسجين الواصله للمخ قليله. طيب فانا لو تدخلت كويس يبقى البيشنت از اويك، الواد ده بيبقى واعي معايا والرت، صاحي وواعي، اند اورينتد بيبقى عارف اللي حواليه عامل ازاي. طيب شوف الفيتال ساينز، الاشارات الحيويه زي النبض والتنفس وضغط الدم والتمرير وهكذا. هتلاقي الشخص ده لو لقيت تاكي كاردا اند هايبر تنشن كيور، لو حصل زياده في سرعه ضربات القلب وحصل ان الزياده في الضغط حدث يعني، ويز انكريز الورك اوف بريزنج، ده جاي نتيجه ان زياده البريزنج، زياده معدل التنفس. طبعا الشخص بعد كده لو تدخلنا كويس يبقى البيشنت ده از نورم تنسف، يعني الضغط بتاعه بيبقى كويس، والهارت ريت بتاعه ضربات القلب بتاعته بتبقى من 60 ل 100، يعني بيت
بير مينت، يعني 60 لـ100 ضربه في الدقيقه. ده بتبقى طبعا الدنيا سهله وما فيهاش مشكله خالص، يبقى الواد بيرجع طبيعي كفايتال ساينز. هنشوف الارتيريا بلاك جاز، كميه الاكسجين الموجود وكميه ثاني اكسيد الكربون اللي موجوده في الدم. قال لك انكريزنج البي اي سي او 2، البي اي سي او يعني كميه ثاني اكسيد الكربون الموجوده في الدم، اند ديكريزنج ونقص كميه الاكسجين الموجوده في الدم. دي علامات الريسبيراتوري فيلر، دي علامات الفشل الايه، دي علامات الفشل التنفس. وده قلناه في اول شابتر خالص في الكريتيكال اللي هو اكيوت ريسبيراتوري فيلر، تمام. طيب قال لك الارتيريا بلاك جاز لو انت دخلت كويس الغازات اللي موجوده في الدم بتوريك شو البي اي سي او 2 ما بين 3545 اند البي اي او 2 ما بين انت من 35 قصدي ل 45 اند البي اي او 2 ما بين 80 الى 100، تمام. ده المعدل الطبيعي يعني لو انت دخلت كويس. ادمنستر سبلمنتال اكسجين، هتدي الواد ده اكسجين كتدعيم. يعني قال لك المورتاليتي از مورتاليتي يعني موت الاطفال مصاحب ليه ان ادكوات ديليفري اوكسجينيتد بلاد تو البري. ده يعني الاطفال بتموت ليه؟ قال لك ان كميه الاكسجين اللي رايحه للمخ، كميه الدم اللي رايحه للدم المؤكسج اللي رايح المخ قليله، وكميه الدم المؤكسج اللي رايح الاعضاء الفايتال الاعضاء الحيويه قليله. فانت لو تدخلت كويس قال لك البيشنت از ريسيفنج اوكسجين، يعني الطفل ده تدي له اكسجين كويس، هيبقى الاس اي او 2 كميه الاكسجين موجود في البلس اوكسيمتري الموجود في الدم بيبقى حوالي من 90 ل 100%، وده بيبقى كويس بالنسبه للطفل الصغير. يعني انت لو اديت له اكسجين الواد ده هيبقى كويس ومش هيجي له، مش هيموت ان شاء الله. يعني بوزيشن البيشنت ويز بيد ويز هيد اوف بيد 45 ديجري، يعني اتقعده نص قومه، يعني الطفل ده اتقعده نص قومه. قال لك ايه ده؟ بروموتس ده بيحسن بيتر لانج اكسبانشن، ده بيحسن من اللانج الرئه يعني تتمدد بسهوله. ان امبروفد الجاز اكسشينج، وده بيحسن من تبديل الغازات اللي هو الاكسجين مع ثاني اكسيد الكربون، تمام. انت لو عملت كده قال لك البيشنت ريت اند باترن، يعني معدل التنفس والباترن والنمط بتاع التنفس ار نورمال لبس، بيبقى العمق بتاعه بيبقى طبيعي، اند الريت اوف 45 ديجري انجل، وعند والمعدل بيبقى كويس عند 45 ديجري انجل، عند 45 درجه لو الطفل قاعد نص قومه زي ما انا قلت لك، يعني مش قاعد زي كده لا، هو قاعد راجع لورا كده وعلى السرير ولا حاجه بنص قومه كده. طيب اساس البيشنت ويز ديب كافينج ويز كافينج، يعني ساعد البيشنت او قيم البيشنت في الكافينج في الكحه يعني، اند ديب بريزنج تكنيك وتنفس العميق، تقنيات التنفس العميق زي البوزيشننج الوضعيه بتاعته وانسنتيف سبايروميتر، ده جهاز كده بنخليه ينفخ فيه بنشوف معدل التنفس بتاعه عامل ازاي، وفريكوينت بوزيشن تشينجز وتغيرات التنفس وتغيرات الموضع بتاعه، ده برده بنساعد عشان نشوف الكف بتاعه عامل ازاي. فقال لك اسيست البيشنت يعني قيم العيان او ساعد العيان تو امبروف، ان هو يحسن من اللنج اكسبانشن، يحسن من امتداد الرئه بتاعه، يعني يعرف ياخد نفسه عميق ويعرف يطلعه كويس، والبرودكتيفيتي وفي القف، وان هو ازاي يكح كويس، وموبلايز سكريشنز عشان السكريشنز تتحرك، الافرازات اللي كانت سد الدنيا في مجرى التنفس تبدا تتحرك وبالتالي التنفس يبقى سهل. فالبيشنت بعد كده في النتيجه قال لك البيشنت بيبقى قادر ان هو يكح كويس ويقدر ياخد ديب بريذ، يعني تنفس عميق بطريقه كويسه خالص. طيب رقم اخر حاجه بريبير فور ريبليسمنت اوف او بليسمنت اوف فيند تراكيال اور سيرجيكال اي واي، حاجه اسمها تراكيستومي. طبعا انت عارفين التراكيستومي اللي هي الانبوبه اللي بتتحط من عند هنا الحته اللي هي بتاع مجرى التنفس اللي هي القصبه الهوائيه، بتحط جنب التنفس هنا لان مجرى التنفس خلاص بقى مسدود او الدنيا بقت بايظه فيه. فلك اف البيشنت از انيبل تو مينتين، يعني البيشنت لو مش قادر ان هو يحافظ على مجرى تنفس مناسب بنحط له ارتفيشال اير واي، يعني مجرى تنفس صناعي والبي وتنفس معه والبي ريكوايرد، بنحتاج له تو بروموت الفنت اوكسجينيشن. لو انت لو ما حطيتلوش مجرى التنفس الصناعي ده والواد عنده مشكله في التنفس الواد ده ممكن يموت منك، فلازم تحط له مجرى تنفس، تحط له انبوبه عن طريق التراقيه اللي هو القصبه الهوائيه، تمام، عشان تحسن الاكسجينيشن، تحسن كميه الاكسجين اللي داخله الدم والفنتليشن والتهويه، وتمنع الاسبيريش، تمنع الاسبيريشن هو يبلع اي دم او اي فورم بودي دخلها اللنج. طيب لو عملت كده ايه اللي هيحصل؟ قال لك الارتفيشال ايروي اللي هو مجرى التنفس الصناعي ده از بليز، بنحطه اند مينتيند وزود كومبليشن ونحافظ عليه بدون اي مضاعفات، تمام. خلاص قال لك بقى في الماكسيلو فيشال تروما از بريزنت، ماكسيلو فيشال يعني الواد ده حصل له تروما في الحته بتاع الصدغ دي، ماكسيلو فيشال ماكسيلا اللي هي العظمه بتاع الخد والفيشال في وشه. طيب نعمل ايه؟ قال لك بوزيشن ذا بيشنت، حط الطفل فور اوبتيمال ايروي كليرنس، يعني شو حط طفل على وضعيه عشان يحافظ على مجرى التنفس يكون نظيف، اند كونستنت اسسمنت اوف الاير واي بيتنسي، كونستنت اير اسسمنت يعني قيم باستمرار مجرى التنفس مفتوح ولا لا، تمام. طيب تاني حاجه نوت ذا ديجري اوف سويلنج،
يعني شوف هل في درجة swelling to the face and amount of blood. شوف هل شوف درجة انتفاخ الوش بتاع الطفل ده و amount of blood وكمية الدم اللي بيفقده. تلاتة prepare the patient for definitive treatment، وحضر العيان ان هو ياخد علاج مناسب للحالة بتاعته. طيب لو انت عملت كده قالك ايه؟ قالك the patient with maxillofacial trauma، الطفل اللي هو جاي نتيجة ان عنده تروما اصابة في وشه. is usually more comfortable sitting up، يعني بيبقى مستريح جدا وهو قاعد. حلو. طيب any time there is trauma to the maxillofacial area there is possibility of compromised away، يعني بقولك ايه، في اي وقت لو حصل اصابة في الوجه there is compromised، يعني في احتمالية ان الطفل ده يبقى عنده compromised airway، الايروي بتاعه اللي هو مجرى التنفس بتاعه بيبقى ضعيف جدا وفي مشكلة. و noting swelling is important، اللي انت تشوف ال swelling تشوف الورم اللي ممكن يكون موجود في الوش ده مهم جدا as baseline، لان ده اساس for comparison later، لان ده بقى اساس عشان نقارن بيه بعد كده. نقارن بيه بعد كده ازاي؟ يعني لو حصل ان الورم ده نزل بنقارن بقى الورم اللي كان قبل كده بالورم اللي نزل، شوف هو نزل ولا لا، ولا ما نزلش وكتر. تمام. طيب قالك بعد كده لو النتيجه ال patient exhibit normal respiratory rate، ال patient بعد كده التنفس بتاعه بيكون الريت بتاعه معدل التنفس بيكون طبيعي والعمق بتاع التنفس بيكون طبيعي في السيتنج بوزيشن، لو انت حطيته في السيتنج بوزيشن يبقى خلي بالك البيشنت لو حط اللي هو المجزيل فيش لو جاله اصابه في وجهه بنحطه على السيتنج بوزيشن. تاني حاجه البيشنت فري، ما عندوش اي ويزنج، ما عندوش اي تزييق في صدره او سترايدر او بيجعر او فيشل اديما وعنده وشه مليان ميه او مش منفخ ومر. تمام. طيب قال لك اف نيك تروما از بريزنت، لو الواد ده عنده اصابه في النك تمام في الرقبه، اسس قيم بوتنشال هيمرج، قيم اللي ممكن يحصل هيمرج نزيف اند ديسربشن اوف اللارنكس اور تراكي، او في خلل يكون في اللارنكس اللي هو الحته اللي هو اللي عند التراكيه اللي هو القصبه اللي هو ايه. اتنين بريبير البيشنت وحضر البيشنت ان هو يعمل له سي تي سكان اللي هو اشعه مقطعيه. طيب قالك الهيمرج النزيف او الديسربشن او الخلل اللي موجود في التراكيه او اللارنكس لو مجرى التنفس القصبه الهوائيه يعني كان بي سين، بنشوفه كايه بقى؟ بنشوف هورسنس ان سبيتش، تحس ان الواد ده بيجعر اثناء الايه او بيتكلم بصوت تجعير جدا، مش عارف ياخد او مش عارف يتكلم كويس اثناء الكلام. بالبابل كريبتس، كريبتس في تحس كده على اللنج بتاعه تحس ان في تزييقه او خرخشه او خرخشه في ايه في الرئه بتاعته، وتلاقي في بين في وجع وذ سوالنج، لما يجي يبلع بتلاقي في وجع اور كافنج او وجع اثناء الكحه او هيموبتيسيس او بيرجع او بيكح دم. تمام. ده لو ايه، لو الطفل جاله نيك تروما يعني اصابه في النك بتاعته ده ممكن يحصل. طيب ذا نيك شود بي اولسو اسيز، النك بقى اللي هي الرقبه لازم تقيمها عشان لو فيها ايكوموزس، ايكوموزس يعني ايه؟ يعني بطش حمراء موجوده هنا نتيجه نزيف تحت الجلد او ابريجنز او خدوش في خدش هنا او لوس اوف الثايرويد برومننس اللي هي زي ما بنقول عليها تفاحه ادم اللي هي النتوء اللي طالع لبره ده اسمه ثايرويد برومننس، الثايرويد طالع لبره شويه ده ممكن يبقاش موجود لان حصل مشكله في الرقبه. تمام. طيب ده برضو بنلاحظه ونشوفه هل ده حصل ولا لا. لارنجال انجرز، الاصابات اللي ممكن تحصل في اللارنكس ار موست ديفينيت، اللارنكس اللي هو الحته اللي فيها الاحبال الصوتيه. تمام. ار موست ديفينيتلي دياجنوز، متشخص عن طريق سي تي سكان يعني اشعه مقطعيه از سوفت تيشو نيك فيلمز ارنت سنسيتيف تو ذيس انجرز، لان سوفت تيشو نيك اللي هي الانسجه السوفت الناعمه بتاع النيك فيلمز يعني بتاع الافلام بتاع الاشعه بتاع الرقبه ار نوت سنسيتيف يعني مش حساسه لهذه الايه لهذه الاصابات. فانت بتشوف لازم تشخص الحاجات الموجوده في اللارنكس اللي هو الحته اللي عند الاحبال الصوتيه لازم تشخصها باشعه ايه باشعه سي تي سكان، ما ينفعش من غيرها. طيب انت بقى لو تدخلت والدنيا زي الفل قالك البيشنت از فري اوف سانز اوف هيمرج، العيان ما بقاش فيه اي نزيف او ديسربشن، والسي تي سكان لو انت عملت اشعه مقطعيه بتقول لك ان ما فيش اي اصابه للارنكس. تمام. طيب ده اول حاجه عندنا في الايه، ده اول حاجه عندنا في اول نيرسينج دياجنوز. طب يا دكتور نعمل ايه؟ نحفظ ده كله؟ اكيد اكيد بالعقل مش هتحفظ ده كله اكيد. انا بقول لك يعني انا قلت لك لو انا مجنون يعني اقول لك احفظ ده كله يبقى انا عبيط، او انا دكتور يعني بديك فوق طاقتك، ده غلط. انت بتفهم يعني احنا عملنا مثلا في ماكسيلو فيشال تروما بنحط عيان وضعيه ايه بيستريح على وضعيه السيتنج اب مثلا، فلو حط على وضعيه السيتنج اب التنفس بتاعه بيبقى كويس. بتشوف مثلا هل في مش وش ورم ولا لا، الحاجات دي بتفهمها يعني انت بتفهمها، ما تقعدش بقى تحفظ والحوارات دي كلها. تمام. طيب تاني مشكله عندنا ديفيشنت
فلويد فوليوم، يعني كميه الفوليوم، كميه حجم السوائل اللي موجوده في الدم او في الجسم قليل نتيجه اكتف الفلويد لوس، لان الشخص ده طبعا بيفقد سوائل نتيجه طبعا بليدنج، بينزف، واحد اتخبط جاله انجري اصابات، فالاصابه دي هتنتج عن ايه؟ ان هو هينزف، فما ينزف هيفقد دم وهيفقد سوائل. طب انا هعمل خطه عشان احصل منها على نتائج، ايه النتائج اللي المفروض احصل عليها؟ قال لك البيشنت ويل مينتين يورين اوتبوت، يعني كميه البول اللي بيطلعها في اليوم حوالي اكبر او في الساعه حوالي 30 اكبر من 30 كوبيكال لكل ساعه. والبيشنت ويل بي نورم تنسف، الشخص ده بيبقى طبيعي يعني الضغط بتاعه بيبقى طبيعي، والهارت ريت بتاعه معدل ضربات القلب بيبقى في الطبيعي حوالي من 60 ل 100. والبيشنت ده ويل ديمونستريت نورمال سكين ترجر، يعني الترجر يعني لما تيجي تمسك الجلد بتاعه زي ما بقول لك ايه، لما تيجي نقول انت الواد ده صايم ولا ده فاكر كنا بنعملها زمان، تمسك الجلد بتاع الصباع والجلد ينزل بسرعه، ما الجلد ينزل بسرعه ده يدل ان جوده الجلد كويسه بترجع بسرعه، والواد ده ما عندوش اي جفاف. تمام. طيب اللونج تيرم جول، اللونج تيرم جول اللي انا حافظ على كميه الفلويد، كميه السوائل وكميه الالكترولايت بالانس، هيكون في توازن ما بين السوائل والالكترولايت اللي هو الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم والكلام ده. تمام. طيب ده الايه؟ ده الثلاث حاجات. اتدخل ازاي؟ نفس الكلام اللي احنا عملناه في الاير واي هنعمله هنا. اول حاجه بلبيت البلس، يعني تحس النبضه، النبض، النبض الفين اللي في الكاروتيد اللي موجود في الرقبه، والنبض بتاع البراكيال اللي موجود في الايد هنا. تمام. والريديال بالس اللي هو موجود هنا. تمام. والفيمورال بالس اللي هو بتاع الفيمر بتاع اللي عند منطقه العانه كده على ناحيه اليمين شويه، والبروبيتال بالس النبض اللي عند بطن الرجل من ورا، عند بطن الرجل بتاع الركبه من ورا الركبه كده، من ورا بطن الرجل من ورا، دي اسمها بروبيتال بالس. والبيدال بالس اللي هو عند الصوابع بتاع الرجل من تحت، بتحس البالس بتاع الكلام ده كله. تمام. تاني حاجه بتلاحظ الكواليتي والريت، تلاحظ يعني كفاءه البالس النبض بتاع الشخص ده والريت ومعدل التنوع ومعدل البالس بتاعه، هل هو من 60 ل 100 ولا ايه؟ طيب قال لك لو الكاروتيد والفيمورال بالس النبض بتاع الكاروتيد اللي هو موجود عند الرقبه وبتاع اللي موجود عند منطقه العين ناحيه اليمين ده ار بالبابول، يعني بتحسهم زين ذا بلاد بريشر از يوجوالي، وضغط الدم يبقى في على الاقل 60 الى 80 ملم زبك سيستوليك. سيستوليك يعني ايه؟ يعني الانقباض بتاع الطفل ده بيبقى من 60 ل 100، من 60 ل 80. طيب ده لو الكاروتيد او الفيمورال. طب لو بريفرال بالس، البريفرال لو على الاطراف، تمام، بريزنت ذا بلاد بريشر از يوجوال بيبقى اكتر من 80 ملم زبك سيستوليك، يعني الانقباض، عشان انت عارف ان البلاد بريشر ده ضغط الدم بنقيسه ازاي؟ بنقيسه حاجه على حاجه، 120 على 80، ال 120 ده بتاع ايه؟ بتاع الانقباض، وال 80 ده بتاع الانبساط. فاحنا دلوقتي بنشوف الانقباض، لان الانقباض ده اهم حاجه عندنا. تمام. لو انت قست ضغط الدم في الفيمور في الكاروتيد هنا اهو عند الرقبه وعند الفيمر، بيبقى حوالي على الاقل من 60 ل 80 الضغط الانقباضي. طب لو لقيته اكتر من 80، لو قست قصدي في الـ في الـ في الـ في, الـ في الاطراف زي مثلا الريديال بالس، لو قست الاطراف بتلاقيه اكتر من هاير زين 80. بالس مي بي بيك، والبالس النبض ممكن يكون ضعيف عند الريجولر ويكون غير منتظم. طب انت لو تدخلت بقى وتبقى زي الفل، قال لك الاول بالسز كل النبض بتاع الطفل ده بيبقى بالبول بتحسها كويس، بيبقى سترونج، بيبقى قوي ومنتظم، ده لو انت تدخلت كويس والعيان بقى ما فيهوش اي حاجه. طيب تاني حاجه اسيس السكين كلر، بتشوف لون الجلد ودرجه الحراره. قال لك كول وبيل ودايفورك سكين، ده سجست دايفورك يعني بيعرق، يعني سجستس ده بيدل على ايه؟ ان افكتيف سيركوليشن، ان الدوره الدمويه بتاع الطفل ده غير كفء، مش كويس نتيجه الهايبومينيا، نتيجه نقص كميه الفلويد الموجوده في الجسم. طيب لو انت دخلت كويس والواد ده بقى كويس، قال لك السكين بيبقى بينك وده اللون الطبيعي، ويبقى ورم، يبقى دافي، ودراي، بيبقى ناشف. طيب هتلاحظ الاكتيف بلاد لوس فروم الوندوس، هتشوف كميه الدم اللي بتطلع من الجروح والتيوبس، تيوبس اللي هو الانابيب. كنترول اني اكس، لو في اي بلي اكسترنال بين اي نزيف خارجي كنترول، يعني كنترول يعني ايه؟ اتحكم فيه، اضغط عليه، ما تخلوش ينزف وهكذا. فقال لك اكتف فلويد اند اور بلاد لوس، يعني كميه الفلويد السوائل او كميه فقد الدم ادز تو الهايبولوميك ستيت. هايبولوميك ستيت يعني ايه؟ يعني كميه هايبو يعني قليل، فولوميك يعني الفوليوم، فوليوم يعني ايه؟ يعني حجم الميه وحجم الدم الموجود في حجم الميه الموجود في الجسم قليل. ده بيدخل عين في هايبوفولوميك ستيت، يعني كميه الدم الفلويد الموجود في الجسم قليله. اند ماست بي اكاونتد، يعني لازم تحسب كميه الفلويد اللي فقدها العيان وين ريبليسنج فود، اما تيجي تستبدل الفوائد اللي هو الفلويد اللي هو خسر، يعني مثلا فقد 2 لتر مثلا، فعوضه ب 2 لتر، فقد 3 عوضه ب 3 وهكذا، فانت لازم تحسب عشان ما تديلوش فوق طاقته. تمام. طيب قال لك بعد كده لو انت تدخلت كويس، اول اكسترنال بليدنج كنترول، كل النزيف الخارجي اتحكمت فيه، مفيش اي مشكله فيه خالص.
قال لك بعد كده مونيتور الفايتال ساين، شوف الاشارات الحيويه اللي هو التي يعني التمبريتشر، البي يعني البولس، الار يعني التنفس، البي بي يعني بلاد بريشر، هتشوف طبعا التنفس. قال لك ايه ساينس تاكي جارد يعني زياده في ضربات القلب، مي اوكيور ممكن يحدث نتيجه الهايبوفوليم، نتيجه النقص كميه الفلويد او كميه الدم الموجوده في الجسم عشان نحافظ على الكارديك اوبوت. كارديك اوبوت يعني كميه الدم اللي بيطلع في الدقيقه. فانت حضرتك لو عندك نقص، او الواد الطفل ده عنده نقص في الفلويد السوائل او عنده نقص في الدم، فضربات قلبك بتتسرع ليه؟ عشان اعوض كميه الدم اللي اتفقد بيني. تمام. طيب تاني حاجه الهايبوتنشن، نقص الضغط برضه هول مارك اوف هايبوفوليميا. نقص الضغط ده برضه دي علامه شائعه من الهايبوفوليميا، من نقص الفوائد، نقص الفلويد. طيب فبرايل ستيتس، فبرايل يعني درجه حراره عاليه، ديكريز البودي فلويدز ثرو البريسبيريشن اند ديكريز ريسبيراتوري. طبعا الفبرايل ستيتس ديت اللي هو درجه حراره لما تيجي تعلى بتؤدي لايه بقى؟ يعني لما درجه حراره تعلى ده بيؤدي بيخلي الجسم يفقد فلويدز. درجة حرارة تعالى طبعا بتاعتك الجسم بيطلع بيعرق ويطلع افرازات، يطلع مية عشان درجة حرارة جسمك تقل. تمام. درجة حرارة الواد ده عالية مثلا، انا الحرارة بتقل عنده ازاي؟ ان هو يعرق. فقال لك درجة الطفل اللي هو عنده درجة حرارة عنده زيادة. تمام. ده بيخلي ديكريز البودي فلويدز، بينقص اما تكون درجة حرارة عالية بينقص كمية الفلويد الموجودة في جسم الطفل ده. ازاي بيتنقص؟ عن طريق البير سبيريشن. بير سبيريشن يعني بيعرق، ان كريس وضربات وسرعه التنفس بتزيد. انت لما يكون عندك حمى مثلا، عندك درجه حراره عاليه وسخن، ايه اللي بيحصل لك؟ بتعرق. تمام. وكمان معدل التنفس بتاعك بيبدا يزيد، تنفس تعمل ليه؟ عشان لما تعمل كده جسمك بيرطب الدنيا، بيعايز يقلل لك درجه الحراره. تمام. طيب فانت لو تدخلت كويس الفيتال ساينس بتاع الواد ده اللي هي الاشارات الحيويه بتاعته بتبقى نورمال ليميتس يعني في الطبيعي. نورمال بلاد بريشر، تشوف ضغط الدم فور اوست تشينجز عشان لو في حصل تغيرات في ضغط الدم. قال لك جريتر ذان 10 ملم زبك دروب، يعني لو اكتر من 10 ملم زبك دروب يعني نقص، سيجنفايز ذات يعني بيقول لك ذات سيركيوليتنج فوليوم از ريديوز، يعني كميه الفلويد الموجوده في الجسم عند حضرتك قلت بمقدار 20%. يعني انت جيت قست الضغط الواد ده لقيته مثلا ان هو كان 100 وبعدين نقص ل 90، يعني نقص 10 ملم زئبق. تمام. ده بيدل ان كميه الفلويد الموجوده في جسم الواد ده قليل. تمام. طب لو جريتر ذان، لو اكتر من 20 ملم زئبق الى 30 ملم زئبق دروب، يعني لو نقص اكتر من 20 ل 30 ده بيدل ان البلاد فوليوم بتاع الواد ده نقص 40. يعني انت هنجيب عندي مثال، الواد ده كان عنده ضربات الضغط بتاعه كان في الانقباض 100، لو نقص 10 من ال 100 دي يعني بقى 90، ده يدل ان كميه الفلويد اللي فقدها 20. طب لو نقص من 20 ل 30 يعني الضغط بتاعه بقى مثلا 80 او 70، ده يدل انه فقد حوالي 40 ايه في الميه. تمام. طب نعمل ايه؟ طبعا حضرتك لو تدخلت كويس يبقى نو اورثوستاتيك انجكشن، مفيش اي تغيرات خالص في الضغط نوتد بنلاحظها، اما يكون البيشنت بليز فورم السباين تو فولو ريزوليوشن، لو احنا قاعده من موضوع اللي هو السباين اللي هو على ظهره الى فولو ريزوليوشن اللي هو القعده نص قومه دي. تمام. ده البلاد بريشر. اسكالتيت الهارت تونز اللي هي ضربات القلب، ان انسبكت جاجولار فينز، شوف جاجولار فينز، الفينز طبعا اللي هي الاورده الموجوده في الرقبه. تمام. بتعمل ايه انسبكت؟ بتلاحظها منتفخه ولا لا. قال لك ابنورمالي فلاتند جاجولار فينز، اما تكون جاجولار فينز اللي هي الاورده الموجوده في الرقبه فلاتند ماشي، اند ديستانت هارت تونز ار، والديستانت هارت تونز يعني ضربات القلب او التون بتاع ضربه القلب ديستانت بعيده مش سامعها وتكون ابنورمال يعني غير طبيعيه، ادي علامات ان افكتيف سيركوليشن، يعني علامات ان الدوره الدمويه بتاع الطفل ده غير كفء او غير طبيعيه. فقال لك ايه؟ قال لك لو انت اس 1 واس 2 اودبل، يعني ايه اس 1 اس 2؟ اللي هي اللبضب، لو انت بتعمل زي اللي هما الضربتين ورا بعض دول، الضربه الاولى اسمها اس 1 والضربه الثانيه اسمها اس 2. تمام؟ اودبل يعني انت سمعتهم، لو انت سمعتهم واضحين ونو مفيش اي فلاتنج في الجاجولار فينز، يعني الجاجولار فينز الاثنين اللي هي في الرقبه ما فيهاش فلاتنج خالص، اور ديستنشن او حصل انتفاخ في الجاجولار فينز نوتد، يبقى لو ما فيش الكلام ده خالص يبقى الشخص ده بقى طبيعي، يعني انت بتسمع ضربات قلبه طبيعيه والجوجلر فينز طبيعيه ما فيهاش اي انتفاخ او ما فيهاش اي فلاتنج او ديستنشن منتفخه، يعني ده يدل ان الشخص ده كويس، الطفل ده كويس. بعد كده قال لك تعمل تقييم للحاله المخيه بتاعته، لوس اوف كونشسنس، فقدان الوعي بتاعه، ده يجي نتيجه ان افكتيف سيركوليتنج بلاد فوليوم، يجي نتيجه كميه الدم اللي هو بيفقدها طول برين او كميه الدم اللي هو بيفقدها، وبالتالي كميه الدم اللي رايحه للبرين للمخ بتبقى قليله. ف
تمام. اي حد بيفقد وعيه ده بيدل ان كميه الدم اللي رايحه للجسم بيبقى قليل. طبعا لو انت دخلت كويس العيان ده بيبقى اويك، بيبقى صاحي، بيبقى اليرت، واعي معاك واورينتد، يعني عارف الزمن والمكان وكل حاجه حواليه. طبعا بنشوف السكين ترجر، طبعا بنشوف برضو جوده السكين بيرجع طبيعي ولا لا. اوفر الاسترنم، عند الاسترنم عند عظمه القص، اور الانر ساي او الفخذه، الفخذ من جوه. واسس الموتشر، موتشر اللي هو الرطوبه عند كونديشن والحاله بتاع الميكوس ممبرين اللي هو الايه، اغشيه المخاط اللي بتاع الجسم بتاع الطفل ده. قالك لو دراي ميوكوس ممبرين، يعني ميوكوس ممبرين الاغشيه المخاطيه بتبقى ناشفه، اند تينتنج اوف السكين ار سينس اوف هايبرم، يعني تينتنج اوف سكين يعني السكين ما بيرجعش لحالته الطبيعيه، بيبقى تينتنج عامل شكل الخيمه كده تمام، يعني بتمسكه وتطلعه لفوق ما بيرجعش تمام. قالك بعد كده الاسترنوم اللي هو عظمه القص والانر ساي والفخذ من جوه شود بي يوزد فور سكين ترجر، لازم نستخدمه عشان نجرب السكين ترجر، هل يعني نمسكهم كده ونشوف هل الجلد بيرجع طبيعي ولا لا. ليه؟ نتيجه لوس اوف الاستيستي ويز ايجنج. الاستيستي يعني ايه؟ الاستيستي يعني مع اللي هو الايه؟ المرن، مرونه بتاع الجلد بتاع الاطفال بتفقدها مع الايجنج، مع الايجنج مع الايه؟ مع السن. المهم يعني انت لما تعمل الحاجات دي هتلاقي ان السكين ترجر، يعني السكين الجلد بتاع الطفل ده بيبقى كويس، والميوكوس ممبرين بيبقى بينك لونه احمر وموس ورطب وزي الفل. اسس الكلر، شوف الكلر اللون وكميه الايه البول بتاع الطفل. على كونسنتريتد يورين، يعني البول لو هو مركز واليورين او بط وكميه البول اللي بيطلعها الطفل اقل من 30 كيوبيكال فور تو كونسيكيوتيف اورز، يعني في ساعتين ورا بعض، يعني شفت الساعتين ورا بعض اول ساعه لقيته اقل من 30، ثاني ساعه لقيته اقل من 30، ده بيدل ايه؟ ان برده في مشكله في السيركيوتيف اورجان، في مشكله في كميه الفلويد الموجوده في الدوره الدمويه تمام. طيب لو انت دخلته الطفل ده بقى كويس يبقى اليورين بتاعه بيبقى كلير، يعني مش مركز، يبقى لونه كويس، يبقى يلو، والاوت بوت بتاعه كميه البول اللي بيطلعها في الساعه اكتر من على الاقل 30 او اكتر في الساعه. مونيتور من السيرام الكترولايت، شوف السيرام الكترولايت كميه الالكترولايت الموجوده في الدم زي الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم وكده موجوده في الدم عامل ازاي، واليورين اوزموليتي، وشوف الخاصيه الاوزموليه بتاع البول. قالك elevated hemoglobin والهيماتوكريت والبلاد يوريا نيتروجين accompany a fluid deficit، لو الهيموجلوبين عالي والهيماتوكريت عالي والبلاد يوريا نيتروجين اللي هو اليوريا عاليه ده بيدل ان في فلويد ديفيسيت، في كميه الفلويد اللي بتاع الجسم قليل، السوائل بتاع الجسم قليل. وتشوف اليورين سبيسيفيك دافت اللي هو الايه الجاذبيه بتاع اليورين از اولسو انكريز، بتلاقيها عاليه برضه. طبعا لو انت دخلت كويس الطفل ده بيبقى اول لاف فاليوز، كل القيم بتاع الطفل ده بتبقى وزن نورمال، بتبقى طبيعي، يعني الهيموجلوبين بيرجع لطبيعته والهيماتوكريت نفس الكلام، اليوريا والسبيسيفيك جرافت برضه بتاع اليورين بيبقى طبيعي. طيب قالك مونيتور الهيمو دايناميك بريشرز، شوف الضغط الموجود الضغوطات الموجوده في الجسم زي السنترال فينس بريشر، شوف السنترال فينس بريشر الضغط الموجود عند الرقبه، وبارمونر ارتر بريشر والضغط الموجود عند البارمونر ارتر الشريان الرئوي، والضغط الموجود عند البابليك ويدجد بريشر، والضغط الموجود عند الكابيلرز في الايه في الـ في الـ في الـ في الانابيب اللي اسمها ديت الكابيلرز اللي هي الشعرات الدمويه. اف افولب لو هو متاح انت تشوف الايه، لو هو متاح تعمل ايه بقى؟ قال لك اول فاليوز، كل القيم بتاع البريشر كل الضغط بتاع الكلام ده ديكريز، بتنقص ويز ان ادكوت سيكريتو فيلم، نتيجه نقص كميه الفلويد الموجوده في الجسم. قال لك الهيمودايناميك ستابيليتي، استقرار الهيمودايناميك، الحاله الهيمودايناميكيه يعني الحاله اللي الدم بتاع الجسم لو مستقر، دي عباره عن ايه؟ ده از ذا جول اوف فلويد ريبليسمنت، ده الهدف من فلويد ريبليسمنت. فلويد ريبليسمنت يعني ايه؟ يعني تبادل السوائل، السوائل لو مش موجوده كويس انت بتعمل ايه؟ بتضيف للعيان ده سوائل، الواد ده فقد مثلا لتر بتضيف له لتر، الواد ده فقد 2 لتر بتضيف له 2 لتر، فاول ما تضيف له والواد ده بقى كويس بنسميها الحاله الاستقراريه بتاع الطفل، الحاله الهيمودايناميكيه بتاع الطفل بتبقى كويسه اللي هو جواه، يعني كميه السوائل جوه الطفل ده بتبقى كويسه. تاني حاجه قال لك مونيتورنج اوف الهيمودايناميك بريشر، الضغوطات اللي موجوده عليك زي ما انا قلت لك الضغوطات دي كلها. كان جايد فلويد ريبليسمنت ده بترشدك يعني كميه الفلويد انت هتفقدها. تمام؟ بعد ما تعمل ده كله وتنقل له الفلويد اللي هو عايزه، كل البريشرز كل الضغوطات الموجوده في جسمه بتبقى نورمال، يعني الضغط الرئوي بيبقى نورمال، الضغط الموجود في عند الفينس بيبقى نورمال، الكلام ده كله بيبقى نورمال. انشيت تو لارج بور انترفينس كاستر، تحط له اثنين قسطره اند ستارت انترفينس فلويد وتنقل له طبعا فلويد ريبليسمنت. طيب قال لك القسطره دي حاجه 4 على 16 جزء قسطره اربر فيرد، يعني المقاس بتاع القسطره يعني من 4 ل 12 16، دي بنفضلها في حالات نقل الفلويد لو احنا هننقل بسرعه. البارنترال فلويدز كميه الفلويدز السوائل اللي بنقلها عن طريق اللي اسمه ده
الفين اللي هو الوريد ار نيسيسري ضروريه جدا تو ريستور فوليوم، ان انت تستعيد الفوليوم. الفوليوم يعني كميه الايه، كميه الفوليوم كميه الفلويد الموجوده في الايه في الدم. منين الايه بقى، منين المحلول اسمه لاكتيت درينجر از يوجوال از فلويد اوف تشويس. ده المحلول اللي بننقله، ده المحلول الافضل اللي بننقله. ليه؟ نتيجه ان هو بيحتوي على خصائص ايزوتونيك، خصائص متعادله اند كلوز ريسم بالانس تو الكترولايت اند كومبوزيشن اوف البلازما، وكمان ليه شبه كبير جدا بمكونات الالكترولايت، شبه بكميه الالكترولايت والبلازما او مكونات البلازما الموجوده في الدم. لو عملنا كده قال لك تو لارج بور انترفينوس ستارتد، لو احنا بدانا الاثنين الاسترتين دول وحطيناهم الاكتيت رينجر انفيوجن وادينا فيهم المحلول اللي هو الاكتيت رينجر از بير فيزيشن اوردرز كما الدكتور طلب منك وذو كومبليكيشن، ان شاء الله الواد ده هيبقى كويس ومش هيحصل اي مضاعفات خالص لو انت نقلت له عن طريق ده. طيب تاني حاجه قال لك بعد كده اوبتين اسيرم سبيسمنت فور تايب اند كروس ماتش. طبعا تاخد ايه، تاخد عينه من الدم عشان نشوف نوع الدم بتاع الطفل ده ايه، وعشان لو هتنقله دم ولا حاجه. ادمنستر بلاد واديله دم اند بلاد برودكتس ومكونات الدم كما هو مطلوب منك. يعني الواد ده عنده فقط نقص في كرات الدم الحمراء، اديله كرات دم حمراء. عنده نقص في اي نوع من كرات الدم اديها له. فقال لك البلاد الدم اند بلاد برودكتس ومنتجات الدم ويل بي نيسيسري فور اكتيف بلاد لوس، يعني ضروريه جدا لو الطفل ده بيفقد دم. اف ذير از نو تايم، لو مفيش اي وقت تو ويت عشان تستنى عشان تعمل كروس ماتشنج، عشان تستنى وتدي الطفل ده يعني الطفل جالك في الاستقبال وبينزف جامد، هل بقى تاخد عينه وتروح توديها المعمل عبال ما يفحصها وبتاع الواد مات منك، فتعمل ايه؟ تديله على طول تايب او نيجاتيف، تديله ايه؟ فصيله تايب او، لان تايب او انت عارف انها بتدي كل الايه؟ كل الفصائل، فهو لو فصلته او هياخد او، فصلته ايه هياخد من الاو عادي، وفصلته بي هياخد من الاو عادي، وفصلته او بي اي بي هياخد من الاو عادي، فالاو دي او على طول، تمام؟ قال لك بعد كده لو انت بقى عملت تايب اند كروس سنت، انت طبعا تشوف نوع فصيله الدم ايه؟ قال لك التايب سبيسيفيك بلاد انفيوجنج از بير فيزيشن اوردرز، تنقل له بقى النوع المخصص ليه بالظبط، يعني هو فصيله الدم ايه؟ الافضل ان انت تدي له فصيله دم ايه مش او، الافضل ان انت ياخد من فصيله اللي هي شبهه، يعني اللي هو ايه؟ ادي له ايه؟ لو مش موجود ايه؟ ادي له او، بس لو موجود ايه؟ ادي له ايه على طول، تمام؟ طيب. During treatment اثناء العلاج monitor for signs، يعني لاحظ الساينز علامات الفلود اوفرلود، يعني زياده الحمل على السوائل. قال لك نتيجة زيادة لارج اماونتس اوف فلويدز، نتيجة كمية الفلويدز الكتيرة ادمنستر، ان انت تديها له اديت له فلويدز كتيرة بسرعة. سيركولاتي اوفرلود كان او كيور، يعني انت ممكن تعمل حمل زيادة على الدورة الدموية، انت دلوقتي الواد ده فقد لتر دم او لتر فلويد، هتعمل له هتدي له لتر، هتدي له لتر صح؟ انت لو عارف هو فقد قد ايه، طب لو اديته 2 لتر وهو عايز لتر، فانت حطيت حمل زيادة على السيركوليشن على الدورة الدموية. قالك لو لقيت هيدك في صداع فلاش دي سكين ووشه محمر وتاكي كارد وضربات قلبه سريعه وفينس ديستنشن والفينز اللي هي الاورده بتاعته منتفخه وإليفيتد هيمودايناميك بريشر والضغط الموجود جوه الاوعيه الدمويه عالي وانكريز بلاد بريشر وزياده ضغط الدم والديزني وصعوبه في التنفس وكراكلز اللي هو الخشخشه اللي انت بتحسها عند اللنج وتاكي ابني وسرعه التنفس عند كف وكح، ده كله علامات الاوفرلود. يبقى جالك في الامتحان يقول لك السيركولاتوري اوفرلود علامات زياده الحمل على الدوره الدمويه، هي عباره عن ايه؟ ده كله. دي ممكن لازم تحفظها. تمام؟ طيب. لو انت دخلت بقى ولو عندك بقى كويس قال لك نو ساينز اوف اوفرلود، مفيش اي علامات خالص في الاوفرلود للحمل الزياده، نودد ويز فلويد ريبليسمنت جاي نتيجه السوائل اللي انت السوائل اللي انت بتديها له. تمام؟ طيب يعني انت مثلا هو فقد لتر اديله لتر، فقد اثنين اديله اثنين، فقد ثلاثه اديله ثلاثه، فانت ده لو عملت كده مش هتلاقي ايه؟ سيركولاتوري اوفرلود خالص. assist the physician، ساعد الفيزيشن الدكتور with the insertion of central venous line، ساعد الدكتور انت تحط central venous line اللي هي الاسطر يعني and the arterial line والarterial line اللي موجوده في الايه؟ في الارتر اف انديكيتد. طبعا الممرضين او التمريض عموما بيبقوا بروفيشنال، بيبقوا ناس ذات كفاءه في ان انت مثلا بيعملوا كانيولا سهله جدا، بيدوا حقن سهله جدا، بيحطوا الانترفينوس اللي موجود في الاورده والشرايين سهل جدا، ممكن يبقى احسن من دكتور كمان. ان هم متمرسين في الحوار ده، بيقعدوا كتير قوي يعني هو ده شغلهم، يعني ده الشغل الاساسي بتاعهم. تمام؟ طيب قالك بروفايدز فور مور افكتيف فلويد ريبليسمنت، يعني ده بيوفر لك ان انت هتنقل سوائل اند اكوريت موتورنج، وانت تلاحظ الطفل ده هيمودايناميك بيكشر، بتلاحظ الحاله الاستقراريه بتاع جسمه زي الضغط الدم بتاعه عامل ازاي والبريشر ضغط الدم اللي هو بريشر والنبض والتنفس وهكذا. فانت لو اديته فلويد كويس
ولاحظت الهيموداينامك ستيت بتاعته كويسه، هتلاقي ان السنتر فينوس لاين والارتفيشال لاين انسرتد وزود ديفيكولتي، هتدخل اللاين اللي في الفين في الفين وفي في وفي الارت اللي هو الشريان يعني بسهوله جدا بدون اي صعب بدون اي صعوبه. تمام. طيب ده تاني ايه، ده تاني كان مشكله عندنا اللي هي بتاع المشكله في الفلويد فوليوم. تمام. طيب الكلام زي ما قلت لك انت بتقراه وانا كمان بقراه لك بسرعه، يعني ده مش عايز شرح قوي لانه الاهميه بتاعته مش كبيره. تمام. بعد كده بقى ايه البين، البين ده ان شاء الله هشرحه لك الحصه الجايه، وندخل في الحصه اللي بعدها في شابتر جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.